هل سمعت عن النبي المليونير من قبل؟ مئات الكيلوغرامات من الذهب ثروة النبي عليه الصلاة والسلام. مئات الكيلوغرامات أيضاً من القمح والتمر إنفاقه على زوجاته. أول رسالة محكمة فريدة من نوعها في أموال النبي. كتاب أموال النبي لمؤسس علم الاقتصاد دكتور عبد الفتاح السمان، شمل على مصادر أمواله وإنفاقه وتركته. سيتم توقيع الكتاب في معرض الكتاب الدولي يومي الخميس والجمعة الساعة 7 مساء. وأنت، هل ستذهب أيضا لمعرض الكتاب؟ طامعا فقد كفاك.